نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. في موكب تسلم مهام الحكومة الجديدة، المشيشي يؤكد أن حكومته منفتحة على النقد والنصح من الجميع والعزم على إيقاف النزيف الاقتصادي. المنظمة الوطنية تؤكد ضرورة مرور الحكومة الجديدة سريعا نحو تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التوازنات المالية، والمواطن يدعو إلى تحسين ظروفه المعيشية. وتسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقرار بالتخفيف من حظر التجول بمدينة الكافة. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. تم اليوم بدار الضيافة بقرطاج موكب تسلم وتسليم بين رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي في مشهد حضري يختزل التداول السلمي على السلطة وتقدم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. لولا هذه العوامل وهذا المناخ الصعب الذي نشأت فيه هذه الحكومة لن يثنين عن بذل كل المجهود من أجل إيقاف النزيف الاقتصادي ومساعدة بلادنا على النهوض واسترداد أنفاسها المنهكة. تعهد بتحمل المسؤولية وبأن تكون الحكومة الجديدة حكومة عمل وإنجاز، هشام المشيشي رئيس الحكومة الجديد يلتزم يوم تسلم وتسليم المهام من رئيس الحكومة المتخلي الياس الفخفاخ بالتعاون والتنسيق الجدي والبناء مع رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ومع كل القوى الحية من أحزاب ومنظمات من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما ستكون الحكومة منفتحة على النقد والنصح، وأيديها ممدودة لكل من يرى نفسه قادراً على المساهمة في النهوض بأوضاع البلاد. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أنوه بمكسب هام تحقق ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، وهو استقرار الوضع الأمني بالرغم من ارتفاع وتيرة المخاطر والتهديدات الإرهابية على الصعيد الداخلي وعلى مستوى الشريط الحدودي. رئيس الحكومة المتخلي الياس الفخفاخ سلم مسؤولية الحكم بعد تجربة حملت الكثير، والقول له حملت الكثير من الإنجازات والنجاحات خاصة في السيطرة على الموجة الأولى من انتشار وباء كورونا. نجحنا في السيطرة عليه وهو في أوجه، والخروج منه بأخف الأضرار بفضل العمل والاستباقية والتعبئة العامة في مناخ من الثقة بين الدولة ومواطنيها غير مسبوق ولم نره منذ كثير، وكم نحن في حاجة إليه لمواصلة البناء. غير أن الفخفاخ اعتبر أن حكومته فشلت في الانطلاق في إنجاز مخطط الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي الذي رسمته طيلة الثلاثة أشهر المنقضية بسبب أطراف لم يفصح عنها عملت على الإطاحة بالحكومة. فمشكون كانوا منكبين على إسقاط الحكومة، نتيجة نجحوا وفشلنا أحلى في الانطلاق في الإنقاذ، وخسرنا مرة أخرى لحظة تاريخية ننجو بها التغيير المنجود ونقطع بها أشواط على درب الإصلاح. حكومة تغادر وأخرى تتسلم مقاليد السلطة ليبدأ معها فصل جديد من الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وستكون أمام حكومة هشام المشيشي تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى واستحقاقات يقول إنه سينكب على معالجتها، والفريق الحكومي شعارهم في ذلك العمل دون تأخير لتكون حكومة عنوانها الأبرز منجز اقتصادي واجتماعي. حكومة منجز اقتصادي واجتماعي، هذا هو التوصيف الذي اختاره رئيس الحكومة هشام المشيشي لفريقه الذي قال إنه سينصرف إلى معالجة الملفات الكبرى للاستجابة إلى الاستحقاقات التي تمليها المرحلة وفق طريقة عمل تقوم على التقييم. الوضعية هي اللي تخلينا نتحملوا مسؤولية كبيرة، نعرفوا اللي الاستحقاقات كبيرة، الوضعية الاقتصادية متاع البلاد فيها برشا متطلبات،
واحنا عاقدين العزم اللي كونا من نهار الاولاني يعني نخونا نكبوا على الملفات هذيا. وكما قلت انا ملي اعلنت على بدايه تشكيل الحكومه هذيا، الحكومه هذيا طارحه على نفسها لكونها حكومه منجز اقتصادي ومنجز اجتماعي. اعضاء الحكومه الكل انا استحثيتهم منذ الجلسه الاولانيه اللي عملتهم معاهم باش كونا نكبوا منذ اليوم الاول على الملفات. طريقه عمل مع الساده الوزراء تقوم على عباره على التعاقد اونتر غيومي، مي سي مش نحاول يكون فما تمشي عملي يخدم أكثر على الأهداف وعلى تقييم الأداء وعلى الإنجاز. الدفع الاقتصادي كلمة تقاطع بين برنامجي الحكومتين المتخلية والجديدة وفق وزير المالية السابق الذي بيّن ضرورة المراكمة على المنجز لتمويل الميزانية، فيما اعتبر محافظ البنك المركزي أن من حلول التمويل دفع الاستثمار وخلق الثروة عبر العمل لا غير. ضمننا أجور متاع أكتوبر شهر سبتمبر وأكتوبر، وعنا تصورات للشهور الأخرى، وحتى الديون متاع تونس إن شاء الله بإذن الله تعالى مضمنة، عنا تفكير. أما لازم بطبيعة هذا الكل لازم يتعدى على المجلس، والحاجة المهمة الأخرى هو المشروع القانون اللي عديناه على المجلس وطلبنا دورة استثنائية باش نكملوا ونحسنوا موارد الدولة وباش نعملوا الدفع الاقتصادي اللي موجود في مشروع الحكومة متاعنا، وفي المشروع زادة برشا منه زادة موجود في مشروع الحكومة الجديدة. يلزم الاستثمار، معناه لو تو دانفيستيسمون تاح برشا وليبارني نقصد برشا، يلزم الناس تعطي ثقة، ويلزم الناس تستهلك تونسي، ويلزم الناس أساسا ونعاود نقولها ترجع تعمل، ترجع تعمل ويرجع ترجع ما يسمى معناها بالإنتاجية، على خاطر اليوم ممكن شهري ما تزيدش، إن شاء الله نوصلوا نخلصوهم في القطاع العام والقطاع الخاص، أما يلزم الإنتاجية تزيد، وهذاك اللي يمكننا باش نرجعوا معناها للنمو، وهذا هو الأساس بالنسبة للمستقبل. ولأن اعتبرت منظمة الأعراف أن إعادة الثقة ووضوح الرؤية هي أساس الإنقاذ الاقتصادي، فإن المنظمة الشغيرة تعول على إرادة الحكومة الجديدة في فتح الملفات الحارقة. كيفاش يرجع الاقتصاد إذا كان مش ثمش ثقة، إذا كان مثمش رؤية، إذا كان مثمش برنامج، إذا كان مثمش قرارات ويقولوا قرارات موجعة؟ أنا يظهر لي فتنة لجيعة، موجوعين بكل صفة. خلينا ناخذ القرارات ولو كانت موجعة باش يرجع الاقتصاد للنمو ويرجع لخلق الخيرات ويرجع لخلق المواطن الشغل ويرجع للتصدير ويرجع للإنتاج. على مستوى الداخلي باش تخلق حد أدنى من الاستقرار لابد من إرادة تكون تحدوها، خاصة في أشكال العمل الهشة في كما عمل الحظائر، وكذلك اليوم التوترات اللي موجودة في الحوض المنجمي لابد أن أول امتحان مش يكون لها اللي موجود في تطاوين في حقول النفط هي الإجابة على هذه القضايا أولا في الخطوات الأولى حتى تعطي معناها إشارات إيجابية في قدرتها على التفاعل. امتحانات كثيرة على الحكومة الجديدة اجتيازها وتحديات أمامها في ظرف استثنائي يقول رئيسها أنه لن يثنيه عن الاستجابة لاستحقاقاته. وبعد أن أدى أمس اليمين الدستورية تسلم رئيس الحكومة هشام المشيشي مهامه رسميا لينصرف إلى تنفيذ ما سماها أولويات عمل، أولويات نتساءل في هذا النقل عن واقعية تنفيذها نتابع. ينصرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد تسلمه لمهامه رسميا إلى تنفيذ ما قدمه أولويات عمل تلوح وفق البعض صعبة التطبيق وتحول دون حلحلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة وغير المسبوقة. فما حرص على تحسين التوازنات المالية الكلية وعلى التأكيد على المدى القصير على حساب البعد التنموي وعلى حساب التخطيط الاستراتيجي في إطار بعد متوسط وطويل. كل هذه الملاحظات تخلي أن أعتقد أنه الأداء سيكون صعب والنتائج ستكون معناها في لا تطمئن. خمس أولويات قد تأخذ بأغلب الملفات الحارقة تقريبا، لكن كان من الأجدى حسب رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريكا إضافة ملفات أخرى. التشغيل أولوية حينية، وبالنسبة للتكوين أولوية هامة ومسألة هامة بالنسبة للسنوات القادمة والمستقبل نتاع تونس، لأنه الناس كل نعرف أنه فما تغيرات كبيرة قاعدة تحصل اليوم في العالم، وتونس باش تأثر بها في المنوال الاقتصادي، في طريقة العمل، في علاقات الشغلية، في نوعية الكفاءات. ويقول الخبير في الاقتصاد عز الدين سعيدان أن إنفاذ هذه الأولويات يطرح تساؤلات بخصوص إمكانيات الدولة غير القادرة على المجازفة بالدخول إلى السوق المالية الدولية. سؤال ثاني والمهم جدا، هذه الأولويات قصد إنجازها راهي تتطلب موارد
كبيرة جدا. السؤال من أين؟ علما وأن تونس الآن أصبحت غير قادرة على الدخول للسوق المالية الدولية، قل غير قادرة، وإذا كان فما دخول سيكون مجازفة كبرى، وأنا لا أنصح السلطة بأن تجازف. وفي ضوء هذا يتعين التعويل على الموارد الذاتية وأحداث شملة من التغييرات، منها ما يتصل بالسياسة النقدية والحفاظ على الاقتصاد ومواطن الشغل وديمومة المؤسسات. الآن كيف نمر إلى الإنجاز، وبأي سرعة نمر إلى الإنجاز، وبأي آليات نمر إلى الإنجاز، كلها سؤالات الآن أصبحت مطروحة، وعلى الحكومة الجديدة أن تقدم الإجابات على هذه الأسئلة بأسرع وقت ممكن. فما تلميح في خطاب سيد رئيس الحكومة لما تكلم على التفاهم والتناغم مع البنك المركزي وما إلى ذلك، فهو فاهم الموضوع وفاهم التحدي، وأنا أرى أنه البنك المركزي الآن لابد أن يغير سياسته النقدية تغيير كبير جدا. وهذه قد تكون واحدة من مقاربات تتتالى دون تعميق نظرا في أسباب تخلف تونس عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بالنظر إلى تشخيص الوضع العام ظل هو ذاته منذ أكثر من 7 سنوات. ما هوش مشكلة متاع أشخاص، مشكلة متاع آليات متاحة، مشكلة متاع نظام إدارة الشأن العام وإدارة العلاقات ما بين أصحاب المصالح في المسائل اللي هي مسائل هامة وأفقية، كما مسائل المؤسسات العمومية، كما مسائل الحوض المنجمي، كما مسائل الأبراج. الأولويات قد تكون منطلقة برنامج حكومي تحتاج وفق التقديرات إثراء للمرور إلى إنقاذ عاجل لوضع اقتصادي صعب واجتماعي محتقن. وفي هذا الربورتاج نرصد انتظارات التونسيين من حكومة هشام المشيشي. ننتظر قداش من الانتظار، نستنى شيء، احنا تعبنا. قد تلخص هذه الكلمات ما يخالج العديد من التونسيين مع تنصيب الحكومة 11 بعد الثورة والثانية في ظرف 6 أشهر، فبين انتظارات ومطالب طال الطريق نحو تحقيقها وأمل مفقود يتحدث التونسي. ماذا بينا مشاريع اقتصادية، خاطر المشاريع الاقتصادية هي اللي باش تحل مواطن الشغل، كي نحل مواطن الشغل بطبيعتنا ديما باش نحيو ونقصو من البطالة، ودونك نوصل للتوازن، والشباب الكل معناها المظاهر هذه نتاع الهجرة السرية وكل شيء، معناها الناس الكل تولي استقبل في حياتها. 5 نقاط كبرى لازم تخدم عليها حكومة المشيشي هي الوضع الصحي، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، البنية التحتية والتنمية والتشغيل. إن شاء الله المرة هذه خاطر ما عندناش حتى شوية أخرى. المحاولة الأخيرة بالنسبة للدولة مع المواطن. إن شاء الله ننتظروا منها الباهي يا رب. إن شاء الله خنشوفك تنحت الأحزاب تتقد ولا لا؟ لا شيء ما نتصورش، ما دام يتعاركوا على الكراسي. ما أنا فاهمين حتى شيء، فهمتي؟ كل مرة حكاية، فهمتي؟ إن شاء الله يرجلونا البلاد وكا وربي معاهم، ليسونسيال خليهم يخدموا. إن شاء الله يا خويا يشدوا يرخصوا الدنيا شوية، الشعب مزمر، بلاد غليت عليه. ويتلاوب الشعب ويتلاوب البلاد ويعملوا وخانون. أنا ماذا بيا تصلح البلاد، وماذا بيا برشا حاجات يعني يتبدلوا شوية منا وشوية من الحكومة زيادة، فهمت؟ شوفوا لنا للشباب، وشوفوا لنا للبطال، وشوفوا لنا للنظافة. ثم ملفات عاجلة، ملفات أجلة. العاجل شنو هو؟ العاجل هو مصلحة المواطن، المعيشة نتاعه ومن وإلى. عنده ما يستنى منه، ماهيش باش تضيف حد شيء وماهيش باش تقدم حد شيء، ياك تشوف الشباب بطال كيفها كيف غير. لا أمل. لا قدرة ربي، الأمل ما تقطعش. أنا نحب إصلاحات جذرية في جميع القطاعات بصراحة. الأولوية اللي الصحة والتعليم. ومع تسلم حكومة هشام المشيشي مهامها، رسالة مباشرة لرئيس الحكومة وفريقه الحكومي. سيد الرئيس، انت نسلم له وان شاء الله رجل طيب، اخدم نهارو لي لي نهارو لي، يلزم تخدم باش تونس ترجع. راي تونس باية، ربي اعطينا الخيرات السبعة. وخاف ربي في الشعب، وخدم على روحك وان شاء الله حتى الشعب زاد يعاونك باش تخدم على روحك. والحكومة نقول لها اخدمي، راه الشعب ما عادش فيه. اللي في فكرك اللي تعرفه لمصلحة المواطن شت فيه صحيح، ومعنى الفريق الحكومي يكون زاد يجري المصلحة العامة. ورد بالك مع البلاد، أمانة الشعب، أمانة في كرومتك. الله كي تجيو باش تصحوا أي وثيقة تحطوا علم تونس بين عينيكم. كيفش عليه خلاص، ديما تونس في العين، وديما اللون الأحمر ذي معانا، ديما ربي سينا. حب بلادك، حب بلادك، واخدم بلادك بحقيقة.
حب البلد وخدمته ومراعاة مصالح المواطن حيثما كان هي الرسالة الأبرز للتونسيين والرجاء الأكبر الذي يؤمل أن يتحقق. وبعد منح حكومة هشام المشيشي الثقة، توضح المشهد تحت قبة البرلمان وانقسم إلى كتل داعمة للحكومة وأخرى اصطفت في المعارضة، وذلك بناء على نتائج التصويت التي تعتمد مقياسا للتصنيف مثل ما يحدد ذلك النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. بأغلبية مريحة مرت حكومة هشام المشيشي بعد حصولها على 134 صوتا، غير أن ذلك لا يمنع أن لها معارضين في البرلمان وهم 67 نائبا وفق نتائج الرسمية لعملية التصويت. نتائج يرتب على ضوئها التموقع تحت قبة البرلمان، وتصنف الكتل إلى داعمة للحكومة ومعارضة لها، إذ ينص الفصل 46 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه يقصد بالمعارضة كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. كما يعد من المعارضة النواب وغير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. مبدئيا النجم نقولوا أنه المصنفين في الأغلبية هما النواب، هما الكتل اللي صوتوا بأغلبية أعضائهم مع منح ثقة، واللي هما كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس وكتلة المستقبل، كتلة تحية تونس أيضا وكتلة الوطنية. نلقاو من الجهة المقابلة نواب المعارضة أو الكتل المصنفة في المعارضة هي اللي العكس، الكتل التي لم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها لحكومة هشام المشيشي، واللي هما بالأساس الكتلة الديمقراطية وحزب كتلة الحزب الدستوري الحر وأيضا كتلة ائتلاف الكرامة. ولدينا طبعا 5 نواب غير المنتمين هم كذلك صوتوا ضد حكومة المشيشي. مفارقة كشف عنها التصويت قد تبررها الممارسة الديمقراطية وحرية النائب في اختياراته، وهي منح نواب ثقتهم للحكومة بينما هم ينتمون إلى كتل صنفها التصويت في المعارضة أو العكس. من القوم مثلا كتلة إسلاف الكرامة بعض النواب منها مصوتين مع منح الثقة والبعض الآخر مصوتين ضد، لكن 6 على 13. لكن في الحقيقة وفق نظام داخلي ولي تعريفه للمعارضة، المعارضة هي الكتلة اللي لم تصوت بأغلبية أعضائها للحكومة، بما أنه 6 على 13 دونك كتلة إسلاف الكرامة سوف تصنف حسابيا في المعارضة وليس في الكتلة الداعمة للحكومة. النواب اللي صوتوا ضد الحكومة 7 على 2، كذلك فما نائب آخر من كتلة المستقبل صوت ضد الحكومة، وسبعة أخرين من جملة 9 نواب لكتلة المستقبل كانوا مصوتين مع منح الثقة. لكن كيف لو كتلة المستقبل من أنه أغلبيتها مصوتة بنعم سوف تصنف في الكتل الداعمة للحكومة وليس في المعارضة. إجرائيا ووفق النظام الداخلي للبرلمان لا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني. وبتسلم هشام المشيشي رسميا منصبه تفتح صفحة جديدة في الحكم بتونس وتغلق أخرى كان رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ الفاعل الرئيس فيها. بين اختيار الياس الفخفاخ لقيادة فريق حكومي جديد وتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة فاصل زمني لم يتجاوز 6 أشهر عاشت خلاله البلاد على وقع هزات وتصدعات وخلافات سياسية وجهت فيها اتهامات واتهامات معاكسة، انتهت بتقديم رئيس الحكومة المتخلي الياس الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وبالعودة إلى السياقات التي أدت إلى انتهاء عهدة حكومة الفخفاخ الأقصر عمرا في تاريخ الدولة التونسية، فإن قراءات عديد المتابعين للمشهد السياسي في تونس كانت تكهنت بمثل هذه النهايات، مستندة في ذلك إلى ما أفرزته الانتخابات من مشهد برلماني مكون من كتل برلمانية فاقدة للأغلبية ومتنافرة، إلى جانب ما رافق تشكيلها من تجاذبات سياسية وصولا إلى التصعيد المعلن بين الياس الفخفاخ وحركة النهضة
الشريكة في الحكم حول توسيع الحزام السياسي. ففيما كان رئيس الحكومة المتخلي يرى ضرورة الإبقاء على الائتلاف الحاكم الذي ولد أصلا ولادة قيصرية والتوصيف للفخفاخ والاستثمار فيها، تمسكت حركة النهضة بتوسيع هذا الائتلاف وتشريك أحزاب سياسية أخرى وعلى رأس القائمة حزب قلب تونس، والغاية حسب الحركة هو القيام بإصلاحات ضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع. وبالتوازي مع مسار تشكيل الحكومة تبلورت تفاهمات برلمانية مختلفة كليا عن المشهد الحكومي الذي أفرزته مشاورة الفخفاخ، ما أدى إلى عجز الحكومة في أكثر من مناسبة عن تمرير مشاريع القوانين التي تقدمت بها لافتقارها إلى سند برلماني قوي. وبمرور 100 يوم على نيلها ثقة البرلمان، تعمقت فكرة عدم الانسجام الحكومي وتأكد أن عمرها لن يكون طويلا على الرغم من نجاحها النسبي في التصدي لجائحة كورونا واحتواء تداعياتها، لينسف ملف تضارب المصالح الذي فتح في شأن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ كل سعي لترميم الائتلاف الحكومي الهش أصلا، ولتتسارع الأحداث وينقسم الفاعلون السياسيون في تفاعلهم مع هذا الملف بين المتضامن والمدافع الضمني والداعي إلى سحب الثقة وفتح تحقيق في الموضوع، ليتخذ الفخفاخ قرار الاستقالة وإنهاء مشواره ومشوار حكومته في قصر الحكومة بالقصبة. بعد اختتام فعالية برنامج العطلة الآمنة التي تواصلت على مدار شهري جويليا وأوت، قدم المرصد الوطني للمرور جملة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالسلامة على الطرقات، نتائج اعتبرت إيجابية خاصة في مجال التقليص من عدد حوادث المرور. سجلت تونس من خلال برنامج العطلة الآمنة تراجعا في عدد حوادث الطرقات بنسبة 36%، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم والذي قدر ب 25% وفق ما صرح به المرصد الوطني للمرور في لقاء إعلامي خصص لتقييم نتائج برنامج العطلة الآمنة لسنة 2020. احنا قلنا ما يلزموش نفوتوا 844 حادث، لكن والحمد لله احنا هبطنا حتى 717 حال، أي ما معناتها عن انخفاض إلا 36%. فيما يخص القتل، احنا عملنا معدل نتاع ثلاث سنوات اللي هم 17 و18 و19، المعدل هذاك يجي 261 قتيل، لكن احنا قلنا ما يلزموش نفوت 196 قتيل. الحمد لله ربي وفقنا وهبطنا 181 قتيل، أي انخفاض يقدر بإلا 31%. وكشريك فاعل في برنامج العطلة الآمنة، تسعى مختلف وحدات الحماية المدنية الموزعة بالجهات إلى التقليص في آجال تدخل وسائل الإسعاف لنجدة المصابين وبلوغ المؤشرات العالمية. وصلنا إلى حد الآن إلى تحقيق 65% من تدخلات في النجدة والإسعاف على الطرقات، نوصلوا لهم أقل من 10 دقائق. الهدف هو حسب المعايير الدولية في العديد من البلدان العالم هو معناها الوصول وسائل الإسعاف في أقل من 10 دقائق. نحن نأمل نحققوه هذا. نجاح برنامج العطلة الآمنة كان ثمرة تنسيق محكم وشراكة فاعلة انتهجها المرصد الوطني للمرور مع مختلف الأطراف وخاصة المجتمع المدني، وفق ما أكده رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية. لأن هذه الصيفة المرصد الوطني للمرور مع كافة الجمعيات والمنظمات المعنية بالسلامة المرورية، واتفقنا على طريقة عمل واحدة أصبحت متطورة الآن. كنا نقوم بعملية تحسيسية لا معنى لها، لم تغير سلوك المواطن. الآن أصبحنا نعتمد السببية في معالجة الوضع المروري. ويذكر أن هناك ولايات لم تصل إلى تحقيق الهدف المرسوم ضمن برنامج العطلة الآمنة وسجلت ارتفاعا في عدد حوادث المرور على غرار تونس ومنوبة ونابل. أطاحت فرق الحرس الوطني بالمنستير اليوم بعصابة تنشط في التنقيب عن الآثار والمتاجرة بها، وقد حجزت كميات من القطع الأثرية والأحجار الكريمة النادرة. قطع أثرية بين نقود وحلي وأحجار، البعض مما حجزته الوحدات الأمنية بإقليم الحرس الوطني بالمنستير بعد الإيقاع بعصابة تنشط في الاتجار والتنقيب عن الآثار.
تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني المنستير وفرقة الأبحاث والتفتيش كذلك بقية وحدات إقليم الحرس الوطني المنستير من الإيقاع بشبكة فيما يعرف تنشط في مجال التجار بالآثار والمعادن الثمينة والمجوهرات النفيسة والنادرة. العصابة هذه والشبكة هذه ترأسها شخص ينشط في مجال المداوات بالأعشاب، مكننا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالاحتفاظ بأربع أطراف، واحد منهم معناها فيه ثلاث مناشير تلتيش وفيه سوابق في مجال الاتجار بالآثار والنبش على الكنوز. وعن القيمة الأثرية والمادية للمحجوز صرح الناطق الرسمي لإقليم الحرس الوطني بالمنستير. بالنسبة للمحجوز اللي تمكننا من ضبطه هو معناها فيه برشا قطاع أثرية مختلفة، كذلك عديد الأحجار الكريمة النادرة والثمينة، هذا ديما مبدئيا حسب كلام المعهد الوطني التراث والوحدات المختصة في المعاينات، لكن أكدولنا معنا هذا مبدئيا في انتظار أنه يقوموا بالاختبارات اللازمة ويعطون النتائج النهائية للمحجوز هذا. العمل الأمني هو عمل يكون متكامل بطبيعة مع المواطن، اللي من مصلحتنا ومصلحة الناس الكل أنه يتم الإعلام عادة على أي حاجة تجبد الانتباه وأي حاجة تثير الريبة في المجال هذا. مجهود أمني أطاح بعصابة كان ليقع ضحيتها كثيرون ممن يبحثون عن الثراء السهل والسريع، فهل من متعظ؟ في آخر تطورات الوضع الوبائي في تونس، وضعت وزارة الصحة على ذمة المواطنين الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية لفيروس كورونا المستجد من المقبلين على السفر إلى الخارج منصة لتسجيل عن بعد. وأكدت المديرة العامة لمستشفى الأطفال بشير حمزة باب سعدون بالعاصمة سير العمل بالمستشفى بشكل عادي، فيما تقرر إيقاف العمل بقرار منع جولان الأشخاص والعربات بمعتمديتي الحام والحامة الغربية من ولاية جبس. في آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس، أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بالفيروس، منها 225 حالة محلية وثمان حالات وافدة و34 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة ما تزال حاملة للفيروس. كما وضعت على ذمة المواطنين الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية لفيروس كورونا من المقبلين على السفر إلى الخارج منصة للتسجيل عن بعد تتيح أخذ الموعد وتلقي نتائج تحاليلهم، يتم الولوج إليها عبر العنوان www.rdv-testcovid.tn. وفي ولاية تونس، قالت المديرة العامة لمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون بالعاصمة أن العمل بالمستشفى يسير بشكل عادي مع اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الإضافية، وذلك إثر تسجيل 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا أمس في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمستشفى. وفي ولاية القيروان، أكد مدير المستشفى ابن الجزار مختار العايدي إصابة طبيبة داخلي بقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى بفيروس كورونا، ورفع 30 عينة للإطار الطبي وشبه الطبي المخالط لها بنفس القسم لتقصي الفيروس، موضحا أن هذه الطبيبة تقطن في ولاية سوسة وقد تلقت العدوى من خطيبها العائد من فرنسا. وفي ولاية صفاقس تم الإعلان عن أحداث في قادم الأيام مركز جهوي جديد لمرضى فيروس كورونا صلب المستشفى الجامعي لهادي شاكر بالجهة، تعويضا للمركز الحالي باعتباره قسما للأمراض الصدرية، وذلك خلال جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النشطة. وفي ولاية جابس، تقرر في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا التي تدرست الوضع الوبائي بالولاية وخاصة بمعتمديتي الحامة والحامة الغربية، أين تم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات بالفيروس، تقرر إيقاف العمل بقرار منع جولان الأشخاص والعربات بالمعتمديتين وفتح المساجد والجوامع، فيما قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية الكاف عشية أمس التخفيف من حظر التجول، وذلك بداية من الساعة 8:30 ليلا عوضا عن الساعة 7 بداية من هذه الليلة ولغاية 6 من الشهر الجاري تاريخ انتهاء فترة الحظر المقررة في الغرض. وفي مستجدات الوضع الوبائي في العالم، ورغم الإجراءات الوقائية الصارمة التي تفرضها السلطات الصحية على المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاما للحد من تفشي الجائحة، لأن أعداد المصابين بالفيروس تتزايد على نحو مطرد.
بين إعادة فرض تدابير العزل وفرض وضع الكمامات تتكثف الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا في الأماكن الأكثر اكتظاظا في العالم، غير أن هذه التدابير يبدو أنها لا تؤتي أكلها في الهند. فبينت وزارة الصحة الهندية تظهر زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بالفيروس، قاربت 84,000 إصابة، وتعادل دلهي أشد الدول تضررا من الجائحة في آسيا في أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في العالم منذ حوالي شهر. وفي قارة أفريقيا سجلت جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة الماضية ما يفوق 2300 إصابة مؤكدة بالفيروس. ولا يبدو الوضع أفضل في المنطقة العربية، ففي أعلى حصيلة منذ جويلية الماضي أعلنت الكويت تسجيل 900 إصابة جديدة بالفيروس، ولليوم السادس تسجل السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية ما يقارب 900 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم إصابة ما يقارب 600 شخص بهذا الفيروس. وفي الوقت الذي يتمدد فيه الفيروس حول العالم، يأمل الاتحاد الأوروبي في الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل لهذا الفيروس القاتل بنهاية العام الحالي، وهي الدفعة الأولى ضمن صفقة أبرمت مع شركة أدوية بريطانية، وتشمل هذه الدفعة نسبة تقل عن 10% من سكان الاتحاد الأوروبي في وقت يعرض فيه رئيس الحكومة الفرنسية خطة تحفيزية قيمتها 100 مليار يورو على عامين ونصف للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العميقة التي تسببت بها أزمة فيروس كورونا. وبعيدا عن إحصاء عدد ضحايا الإصابة بالفيروس، يعود مهرجان البندقية السينمائي الدولي مجددا لعشاق الفن السابع في دورته 77 وسط إجراءات صحية صارمة، ولعل هذا الخيار يهون على متابعيه آلام وهموم التي أثقلت سكان العالم بهذا الفيروس الذي أثر على الحياة الثقافية لأشهر. في شأن الليبي، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، أعربت عن أسفها بخصوص الانتهاكات المتواصلة للحظر الأممي المفروض منذ 2011 على إرسال الأسلحة في ليبيا، محذرة من خروج وباء فيروس كورونا المستجد عن نطاق السيطرة في هذا البلد. وسط حراك دبلوماسي يتكثف على الصعيدين الدولي والأممي لحل النزاع في ليبيا وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، تبدو في مقابل ذلك مؤشرات قد تفشل وفق مراقبين هذه المساعي، من ذلك ما ذكرته مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز التي قالت أن الداعمين الأجانب لطرفي الحرب في هذا البلد يساعدونهم على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة. وبيّنت ويليامز لمجلس الأمن الدولي أن نحو 70 رحلة إمداد هبطت في المطارات الشرقية دعما لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر منذ 8 من جويلية الماضي، وخلال الفترة نفسها تم نقل مواد إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا من خلال توجيه ما لا يقل عن 30 رحلة جوية وتسع سفن للشحن. كما حذرت ويليامز من أن أي عمل غير محسوب قد يشعل فتيل مواجهة واسعة النطاق مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة برمتها، تحذيرات تزامنت مع أخرى عبرت عنها المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالنيابة بشأن الوضع الوبائي الذي اتخذ بحسب تعبيرها منحا مقلقا مع الإبلاغ عن انتقال سريع لعدوى فيروس كورونا في أوساط المجتمعات المحلية في بعض المدن الرئيسية في ليبيا، سيما في ظل هشاشة نظام الرعاية الصحية الذي أنهكه النزاع المسلح في هذا البلد. في أخبار الرياضة، تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر للدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة إثر تغلبها على البولونية كاترازينا كاو بمجموعتين دون رد. وستلاقي أنس جابر في الدور ربع النهائي الأمريكية صوفيا كينان المصنفة رابعة عالميا. تقام غدا مباريات الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول إلى بطولة الرابطة الثالثة، إذ يباري مستقبل القصرين مستقبل المرسى في ملعب زويتن انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، ويباري أمل حمام سوسة الملعب الصفاقسي بالملعب الأولمبي بالمنزه. نختم بالبطولة الأمريكية لمحترفي كرة السلة، بلغ هيوستن روكيتس دور نصف النهائي إثر فوزه على أوكلاهوما سيتي بنتيجة 104 نقاط مقابل 102 نقطة، ويدين هيوستن بالفضل في تفوقه على أوكلاهوما إلى تألق لاعبيه إيريك جوردن وجيمس هاردن اللذين سجلا 30 نقطة.
وسيلاقي هيوستن في المربع الذهبي نادي لوس أنجلوس ليكرز. إلى تذكير بالعناوين. في موكب تسلم مهام الحكومة الجديدة، المشيشي يؤكد أن حكومته منفتحة على النقد والنصح من الجميع والعزم على إيقاف نزيف الاقتصاد. المنظمات الوطنية تؤكد ضرورة مرور الحكومة الجديدة سريعا نحو تنفيذ الإصلاحات وتحقيق التوازنات المالية، والمواطن يدعو إلى تحسين ظروفه المعيشية. وتسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقرار بالتخفيف من حظر التجول بمدينة الكافة. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بوان تي ان. بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.